يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بيت للكل، والذي يعرض عبر شاشاتنا الأربع من مصر وفلسطين والأردن والعراق. يسعد مساكم زملائي في الاستوديو. في هذه الحلقة رح نتحدث حول المعرض الدولي للكتاب في القاهرة بعام 2023 في نسخته 54 بعنوان على اسم مصر، نقرأ نفكر ونبدع. وفي حب مصر أقول الحب لا يحدث حتما من أول نظرة، ولكن النظرة الأولى تكفي لاكتشاف من تربطنا بهم صلة روحية عسية أن يصير الحب نفسه. أليس يقولون أن الأرواح تتخاطب بغير إحساس البتة؟ فنظرة واحدة تبلغ بالروح فوق ما تريد. أما الحب الذي تلده الأيام وتنبهه المعاشرة فمرجعه القيم التي لا تدرك إلا بالروية والتمهل. وهذه كلمات الروائي الراحل نجيب محفوظ. الله رائع جدا. أنت بقيت شاعر لما بقيت في مصر يا سلام. النيل أثر فيك. النيل ما أثر جامد معيك يعني. أيضا مشاهدينا، تعمل الهيئة المصرية العامة للكتاب على وهي باعتبارها الجهة المنظمة لمعرض الكتاب على تنظيم هذا المهرجان الثقافي الكبير، لأنه يضم عدد كبير من دور النشر وأيضا من الكتاب والروائيين، وأيضا تركز على أن يكون هنالك صناعة للنشر حتى يظهر بأعلى جودة على المستوى المحلي الثقافي وعلى المستوى الدولي أيضا في دورته 54. فتستمر مجالات الإبداع والثقافة، فهناك من يتركها أثر لو قلبت أنظارنا الصور، وهناك من يبحث عن شبيه بالحرف بالميدان بالوتر، وباختلاف الأزمنة تتسابق الأيام نحو الأمكنة. ومن خلال هذا المحفل الثقافي الكبير في دورة الكتاب 54 تحل المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف في هذه الدورة، ويكون اسم المبدع الراحل صلاح جاهين هو الشخصية الأبرز. أكيد، وإذا كنا نحن أمة اقرأ، فإذا كنت أنا أقرأ فأنا موجود، وعلى اسم مصر كانت القراءة ثم الفكر والإبداع. ده شعار معرض الكتاب لهذا العام. والشيء الأجمل أنه طبعاً القائمة بدون انتظار لدور النشر اللي موجودة في معرض الكتاب حالياً، فطبعاً العدد 1047 ناشر عربي وأجنبي. القراءة متاحة للجميع باللغة العربية أكيد، وأيضاً بكل لغات العالم. أهلاً بكم في معرض الكتاب. طبعاً يا شافكي، مثل ما في 1047 ناشر عربي ودولي، أيضاً في أكثر من 500 فعالية ثقافية في هذا المعرض الدولي للكتاب الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط. منذ عام 2006 هو ثاني أكبر معرض دولي للكتاب بعد معرض فرانكفورت. وأيضاً تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وإيماناً منها بضرورة الشراكة المؤسسية، فقد أطلقت العديد من المبادرات بالشراكة مع عدد من القطاعات والمؤسسات. على سبيل المثال مبادرة دوي، وهي المخصصة لتشجيع الفتيات وتمكينهن أيضاً من اكتساب المهارات. وأيضاً هنالك مشروع وعي، وهو المشروع الذي يتصدى أيضاً للتطرف، عدد كبير من المبادرات. ونتحدث أيضا عن دولة الأردن الشقيقة، حقيقة شاركت ب 85 مشاركا في هذه الدورة الخاصة بالكتاب، بالإضافة إلى 10,000 عنوان مهم من العناوين المختلفة في جميع المجالات الثقافية والإبداعية وفي كافة مجالات الإبداع. ولأن فعاليات معرض الكتاب بدأت بالفعل، فأهلا ومرحبا بكل من زار معرض الكتاب في مصر من دولنا العربية ومن كل الدول التي جاءت خصيصا لهذا المعرض في دورته رقم 54. وطبعا كل الترحيب لضيفة الشرف المملكة الأردنية الهاشمية، وديما دي كلمة أردنية مظبوط، ديما أيدي واحدة مع فلسطين والعراق بإذن الله دائما وأبدا. هذه الحلقة سنتحدث فيها عن الكثير من معرض الكتاب والفعاليات، ولكن سيكون لنا أيضا لقاء جميل ومفصل مع كاتبة رائعة تكتب بين التاريخ والدراما وأحداث كثيرة جدا، هي الكاتبة ريم بسيوني، التي فضلت
أن تلغي سفرياتها وتأتي خصيصاً إلى بيت للكل، خاصة في وقت معرض الكتاب.